اقول لك اهلا وسهلا اليوم اليوم الناقد المتميز قحطان. لا اشكرك. اريد الاسئله القويه والجدليه. والله يعني بصراحة بس قبل لا تبدي أسئلتك لأن أسئلتك طويلة كل شيء فيها تحياتي لك عزيزتي زينة وخليني أرحب بجميع مشاهدي قناة الديار الفضائية وأقول لكم طاب يومكم فقط الأبراج مخصصة للإجابة على جميع تساؤلاتكم واستفساراتكم بما له علاقة بالتوافق ما بين برجين الأوقات المناسبة للعمل والظروف المهنية تجنب الأوقات السيئة الأرقام راح تكون موجودة على الشاشة نحاول قدر الإمكان أن نجيب على أكبر كم من الاتصالات والإيميلات إضافة للمسجات طبعا ما يتيح لنا وقت البرنامج يعني أنت تريد تقول لهم اختصروا من الأخير ممكن طبعا أكيد شوف بكل العالم المتصل يجب أن يختصر بالاتصال ليش حتى يفسح المجال الغيرة ويأخذ المعلومات المحددة ومثل هذه البرامج الأكتف تكون بها نسبة اتصالات عالية حتى الناس تقدر أكثر عددا من المتصلين يأخذون معلومات ويستفيدون منها سنة يعني أكفت قضية كلش مهمة أنتم تعتبرون علماء الفلك يعني قضية الأبراج وهذا صح؟ يعني الأبراج هي جزء من الفلك جزء من الفلك. هو هذا اللي أريد أرجع له يعني أكو فد سؤال محير عندي أنتم تأخذون من مصدر واحد أو من عدة مصادر المعلومات لا المعلومات طبعا مصادر متعددة لكن يعني خلينا نقول الخارطة الفلكية ثابتة هو هذا بمعنى صح الآن كل علماء الفلك يشتركون على أنه كوكب بلوتو موجود مثلا في مجموعة الجدي جميل جدا على أن أشعة الشمس مثلا موجودة في مجموعة الدلو جميل يعني قاعدة طبعا قاعدة أساسية كما الرياضيات بالضبط جميل جدا أنا عندي هنا هسه نوصل للسؤال السؤال ليش كل واحد يفسر بطريقة تختلف عن الآخر يعني لما أشوف سنة على قناة الديار يفسر برجي بطريقة ولما أروح على فضائية أخرى أتابع أشوف شخص أو عالم فلكي آخر يفسرها بطريقة أخرى هذا سؤال جدا جميل طبعا أشكرك هي شنو في اجتهادات لكن كلها تصب بنفس المضمون يعني بمعنى لما نقول مثلا كوكب جوبيتر موجود في الجوزاء في العشرية الأولى نعرف كل علماء الفلك يشتركون على أنه مواليد العشرية الأولى راح تكون عندهم حظوظ مطلقة الآن هذه الحظوظ كل واحد يفسرها ضمن تفسير معين بعض الأشخاص بعض الفلكيين طبعا أقصد أننا أيضا المهتمين بالأبراج يفسر اعتمادا على أن حظوظهم بالأمور المالية في بعض آخر يقول لك حظوظهم بالأمور العاطفية في بعض آخر يقول لك حظوظهم بأمور يعني دراسية لكن ما في شخص يجي يقول لك ما عندهم هذول جماعة العشرية الأولى حظوظ بالفترة الفلانية والله يكون هذا ما يفتهم شيء يعني قصدك انه هم بالاخير كلهم يتفقون على القاعده الاساسيه لكن الاجتهاد عندهم ما بعد القاعده ممكن يقول يعني ممكن هذا يقول له ان انت اكو انفراج باليومين ثلاثه القادمه وممكن يقول له لا راح تطول شويه اكثر لا مو هيك كلهم يجتمعون على انه اكو انفراجات لكن هذه الانفراجات المده لا مو طبعا المده الكل مشتركين بان المده من كذا تاريخ الى كذا تاريخ هذه بها انفراجات ما يختلفون عليها اكيد ما يختلفون لكن الاختلاف بالتفسير من يقول هذه الانفراجات ماليه منهم من يقول هذه الانفراجات مهنيه منهم من يقول هذه الانفراجات تجاريه شوف مهنه تجاره مال كلها متقاربه تاخذ نفس المضمون يعني الاختلاف في الاجتهاد وهذا تعتمد عليه من على أقدر أخذ السؤال ثاني لو أكيد بطبيعة الحال ننتظر لحد ما تجينا لحد ما تجينا الاتصالات ممتاز طيب هنا أكو فت قضية أكو اختلاف بين الذكور والإناث بقضية الأبراج لو هم يعتبرون جنس واحد وهم يصب الفلك عليهم بنفس المصاب سؤال جدا جميل وأنا دائما أذكر دائما اليوم جدا جميل وحلوة بالأبراج البابلية نفس الشيء كتحليل الأبراج البابلية نفس الشيء لكن بالأبراج الصينية هنالك اختلاف بين الرجل والمرأة ولهذا أنا دائما أحدد أقول حددوا لي الجنس من الذكر من الأنثى بالأبراج شنو؟ الصينية طبعا شنو الفرق بين الصينية والبابلية؟ لا بطبيعة الحال في فرق لأنه الأبراج البابلية تعتمد على اليوم والشهر يعني تواجد الشمس في مجاميع الزودياك جانا أول اتصال طبعا يلا ناخذ أول اتصال مريم من النجف هلا يا مريم تحياتي لك دنيا من النجف تحياتي يا دنيا تفضلي يا دنيا
يبدو انقطع الاتصال. صالح احنا نواصل صديق البرنامج. صالح شنو الخبر اليومية يعرف برجة؟ جميل حلو. لا صديق البرنامج يعني. جميل. تفضل يا صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم عليكم السلام. عليكم السلام. مية هلا يا صالح. اكتشفت من هالصوت الجميل هذا. اخواني التحية الف الف تحية من قحطان هذا الانسان العزيز عائلتي. يسمعك هو قحطان ويسلم عليك ايضا. تحياتي لك. تحية المذيعات مدينة وانا اسف واعتذر على شغلك البارحة. أرجوك تقبل اختباري مذيعتنا العزيزة زينة وأنا التحية لك قحطان وأنا التحية لك يا طارق فرحك الكبير الذي أغتنم وأشكرك جدا على السلام وعلى التقدير. حبيب قلبي تحياتي لك يا صالح. شكرا على هذه المشاعر اللطيفة اللي هذا الدلع على ذاك الثقافة اللطيفة. أنا البريد مواليد 15962 معرفة البرج بصورة عامة خصوصا الحالة المادية. ان شاء الله تكون فراجات يا صالح. برجك الميزان شوي بدا ارتفاعات جيده بالاخص بعد تاريخ 5 اكتوبر. برجك البرج بصوره عامه خصوصا الحاله الماديه. وانا التحيه لمذيعتنا العزيزه زينه وانا التحيه للاخ العزيز طارق الديار الابيض قحطان المحترم واشكركم جدا. شكرا يا صالح. تسلم نورتنا يا صالح. شكرا جزيلا. في امان الله. تحياتي صالح. طبعا صالح من مواليد برج الميزان 15 1962. عنده رقم حظ 5 وعنده رقم حظ اخر 6 ياثر عليه. نعم. هذه ارقام الحظ الاساسيه. 5 يدل على وجود تغيرات جميله وجيده جدا. نعم. بالامور اكثر ما تكون الامور الانسانيه الامور الاجتماعيه. و6 يدل على نوع من التخلخل بالاراء. هذا شويه صالح يعني عنده رقم 6 يدل على التخلخل بالاراء بشكل عام. طبعا ياثر على كوكب الزهره. الزهرة يأثر على الميزان بفترة المساء وكوكب الزهرة من الكواكب اللي تجلب له أيضا الحظوظ المالية. الميزان من قبل 3 سنوات كان يواجه بعض المتاعب. قبل تقريبا أقدر أقول أربعة أشهر أو بتحديدا بعد 5 أكتوبر الميزان خرج من عندهم كوكب زحل. يعني يا صالح أبشرك كوكب زحل كوكب النحس كوكب التعب خرج من عندكم. بمرات فترة خلو مسار من 5 أكتوبر إلى تاريخ 26 أكتوبر 2012. هذه الفترة كانت حرجة بالنسبة لك، لكن بعد 26 أكتوبر الفترة جدا جميلة لك يا صالح. بدأت بشكل تدريجي ترتفع مؤشرات الطالع بالنسبة لك. المشكلة هو برجك الصيني هنا 1962 هو اللي أثر ويخفض من حظوظك، لكن أوعدك هذه السنة عندك تغييرات مالية جيدة جدا يا صالح. نأخذ أسماء من النجف. وتحياتي يا أسماء. السلام عليكم. عليكم السلام. مين هلا اسماء؟ مية هلا تحياتي لك. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا اسماء. مية هلا بيش تحياتي. هلا هلا اسماء. مية هلا. اريد اعرف برجي. يلا انطيني مواليدك. 1/7. نعم. السنة. اسماء 1/7 وقبل 1/7 وخلاص. 1986 1/7. 1986. وشنو سؤالك يا اسماء؟ معلومات عامة. عامة. معلومات عامة. جيد، إن شاء الله أجاوبك يا اسماء معلومات عامة. وسرى من البصرة. وتحياتنا لأهلنا بالبصرة. هلا سرى. صباح الخير. صباح الخيرات. تفضل يا سرى. انا بينك وبين حبيبك. يلا اعطيني مواليدك وبعدين اعطيني اسم ومواليد حبيبك. 92. هذه انت 92. بس نصينا التلفزيون حتى نسمعك زين. نص التلفزيون يا سرى. سجاد. حبيبك سجاد. اعطيني مواليده. 92. لا ها 92 هذه انت ولا سجاد؟ لا سجاد. هذا سجاد وانت؟
12/5/93. أيضاً أريد أن أتوافق عن الزواج وهو تقدم لي بس شوية صارت مشاكل من أمه. صارت مشاكل من أمه. زين انطيني موعد أمه. قل أنت شلون عمتي؟ إيه وايد أعرف عندي زواج من عندي. عندك زواج من عنده؟ أكو زواج يعني بينك وبينه قصدين؟ دم أمه انطيني موعد أمه لحظة انطيني موعد أمه. إيه. نص التلفزيون. ما أعرف أمه بس أسمي. أعطيني الاسم مو مشكلة، يلا أعطيني الاسم. وين اسمه؟ ابتسام. ابتسام. أوكي. زين، هسه أنت سوي التوافق. يلا برج أختك، أعطيني مواليدها. 6/9/97 بس اسم البرج. 6/9/97 تريدين بس اسم البرج. برج البقرة برج العذراء. بس أسألك سؤال يا سرى. سرى موجود سرى موجودة وياي. نص التلفزيون سرى نص التلفزيون. الصوت بيطلع بصدى من عندك نص التلفزيون. أي. هسه أنت 12/5/93 هو 2/8/1990. سرى انت اختبرتي العلاقه بينك وبينه؟ اختبرتي العلاقه بينك وبينه؟ تعرفين انه هذه المواليد مولد التسعين يصير من نوع العنيد؟ وانت ايضا عنيده. لا عرفش من امه، عرفش انا قاعد شعره هو 2/8/1990 هذه المواليد عنيده. هذا برج الاسد وبرج الحصان بنفس الوقت. وانتي باعي خلي اقول لك فتشي يا سرى، انا ما اجامل ترى هذا علم ما اجامل به. انت من النوع النقناطيه كثير، انت برج الدجاجه هنا أنا. نقناطيه تنقنقين على امور كثيره. فشو راح تنسجمين مع هذا المولود؟ اي فلازم تراجعين حساباتك. عندك استعداد ان عندك استعداد انت ان 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 تكونين مطيعه على هذا الشخص؟ هو عنده استعداد ان يتقبل نقناطيتك الزايده؟ عيني. اذا هذا الشيء موجود ممكن تستمرون بحياتكم. وبالمناسبه خليني اعطيك شويه ملاحظه. برج الثور، انت برج الثور وهو برج الاسد، الثور والاسد لا يتفقان، اتفاق صعب، كلاهما عنيد. يعني انت هذه السنه عندك زواج. انت هذه السنه عندك، هو بالنسبه له ايضا عنده توقيع وعنده زواج. لكن من عنده بينك وبينه هذه ما احكمها، هذه كشف، هذه ما لها علاقه بالفلك. لكن هو عنده زواج وانت ايضا عندك زواج هذه السنه. هسه هو زواج من عندك انت بالنسبه له هذا مو بالوقت الحالي ما اقدر احكمه. لكن كاتفاق اذا تساليني على الاتفاق لا، كوني على ثقه. كاتفاق كوني على ثقه. الاتفاق بينك وبينه ترى صعب، يحتاج مجهود، بذل مجهود كبير. فإذا عندك استعداد أن تبذلين هذا المجهود ممكن تستمر حياتكم. لا إذا ما عندك استعداد ما راح تطولين وياه كثير حتى لو صارت زواجة. دير بالك هي عندها أهم شيء أمه. يلا خلنا ناخذ أكو اتصال آخر. ناهدة من الأنبار، تحياتي يا ناهدة. السلام عليكم. عليكم السلام. مية هلا ناهدة. أنا 25/3/84. 25/3/84. عن الحمل. أنت برج الحمل وتسألين عن الحمل؟ الإنجاب تقصدين؟ أنا برج الحمل وأسأل عن الإنجاب. نعم الإنجاب، أوكي. وزوجي. يا أبو هذه المواليد عندها فرحة هذه السنة. أنطيني زوجك، أنطيني خلي أشوف مواليد زوجك. 9/10/83 عن الدراسة. عن الدراسة. نعم. شكرا جزيلا. شكرا لك، تحياتي. وناخذ دعاء من الديوانية. وهلا دعاء، تحياتنا يا دعاء. الو السلام عليكم. عليكم السلام، هلا دعاء. الو نسمعك يا دعاء، تفضلي. ارد برجي. اي
مواليدك؟ 1992. اليوم والشهر ودعاء. 2/9/1992. وشنو سؤالك؟ معلومات عامة. عامة، جيد، زين، شكرا جزيلا لك يا دعاء. وسعد من بغداد، هلا سعد. سلمان صباح الخير حبيبي. صباح عمري. صباح الخيرات، تحياتي لك يا سعد. ميت هلا، ميت هلا ذيك. هلا ذيك، ولو صوتك بعيد ما دخل معك بروح. الله يحفظك وتعيد أقصد أبراج الأولاد يا الله. نعم نعم، انطيني انطيني مواليدهم بالكامل. عندي علي مواليد نعم، علي مواليد 4/4/95. وعندي حسين مواليد 19/3/96. نعم. وعندي يوسف مواليد 1/1/98. يوسف 1/1 من ناحية الدراسة ومن ناحية العمل. الله الله يحفظك ساتر. الدراسة والعمل. يوسف 1/1/98. 1/1/98 اسمه يوسف. نعم نعم نعم. أولك ما تبي تسأل يا سعد؟ أنا سبق إنه اتصلت فيك وطيت قبل فترة. نعم نعم. وحمد الله عليك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. هلا هلا بيك، هلا سعد، مية هلا بيك. تحياتي. مال أغاتي شكرا. مية هلا، تحياتي لك. إن شاء الله أجاوبك. زين، خلينا نجاوب على الأخوات والأخوة اللي سألوا. أسماء من النجف 1/7/1986. في اتصال؟ يلا خلينا ناخذ الاتصالات وبعدين نجاوب. حيدر من البصرة. هلا حيدر. عليكم السلام حيدر، إذا ما صار زحمة عليك نصين التلفزيون حتى ما يصير صدى. أي تفضل يا ورد. تفضل. شو اسمك؟ 12/5 88. نعم 88. وشنو سؤالك يا حيدر؟ الحياة العامة. وانت ما متزوج؟ شكرا. تحياتي لك يا حيدر. شكرا شكرا لاتصالك. نعون عون عون من البصرة. نعم. تحياتي عون، هلا. السلام عليكم. عليكم السلام، ميت هلا، تفضل عون. أعرف اسم برجي. تريد تعرف عن برجك؟ نعم. طول مواليدك عون. 5/5/94. أي. وشنو سؤالك بشكل عام؟ بشكل عام تسأل؟ أرد أعرف خصوصيات برجي. أوكي. خصوصيات يعني عاطفي عميد يعني. تحليل تحليل كامل عن برجك. أوكي إن شاء الله. مشكورين. تحياتي تحياتي لك. خلينا نجاوب الأخوات والأخوة اللي سألوا. أسماء من النجف 1/7/1986. لا أسماء حساسة جدا وبنفس الوقت جذابة، إنسانة جذابة ومحبوبة من قبل الآخرين. صراع كبير ما بين الأمور العاطفية والأمور العملية من جانب آخر، في داخلها عدم استقرارية تأخذ تجمع ما بين اليان والين بشخصيتها بشكل عام. طموحة جدا، تسأل بشكل عام وتسأل عن الأوضاع العاطفية، راح تكون أفضلها بعد 25 بالشهر 25/6. يعني 25/6 السرطان راح ترتفع حوضه بشكل جيد. المهم لا، في عنده انخفاضات بالجانب العاطفي، لكن بعد 25/6 واكثر شيء ما يكون بالخريف ايضا النمى راح ترتفع، مؤشرات طالع بالنسبه للعاطفيه. ناهده من الانبار 25/3/1984. تسال عن الانجاب. طبعا لا، عندها فرحه هاي السنه، بس خلينا نعطيها الوقت المناسب لهذه الفرحه اللي لها علاقه بالانجاب. أفضل فترة راح تكون إلها بالفترة ما بين 28/6 إلى 21/7. هذه فترة بها فرحة حلوة على مستوى الإنجاب، على مستوى العائلة الأسرة، يعني
إذا ما في مرض عضوي أو إشكالية عضوية إن شاء الله تكون لها علاقة بفرحة، لها علاقة بالإنجاب أو مولود جديد أو ما إلى ذلك، أو سمع خبر بهذا الجانب. 19983 تسأل عن زوجها عن الدراسة. لا دراسة جيد، شبيه جيد، بس يحذر من فترة راح تكون بالشهر الرابع، شهر رابع شهر أبريل شوية راح يواجه بعض المشاهدات والمتاعب، لكن النتيجة راح تحسم إله جيدة، يبذل مجهود يحصل هذه السنة، بس هو عنده رقم حظ أيضا ينطي بذل مجهود بالحياة بشكل عام. دعاء من الديوانية 29992 وتسأل بشكل عام على المستوى الدراسي رائع جدا، على المستوى العاطفي جيدة لكن في بعض الإشكاليات. يعني شنو؟ فيما لو تقدم إلها مثلاً عريس أو عتفت قسمة معينة ممكن تحدث عوائق بسبب هنا البرج البابلي. البرج البابلي هذه السنة شوية ببعض الحرج نوعاً ما، بعض المتاعب بي ممكن تحدث عوائق، لكن بشكل عام هي الفترة العاطفية جيدة، البرج الصيني يدعمها. الفترات بالنصف الثاني من السنة راح تكون أفضل بالنسبة لها، والفترة ما بين 1/3 إلى 15/3 عندها يعني إنجاز جيد على المستوى العاطفي والدراسي أيضا. من بغداد سعد سأل عن أولاده علي 4/4/995، طبعا كلها يسأل عن الدراسة. 4/4/95 عنده تغيرات وحلوة، حلو جيد جدا بالنسبة للدراسة، وراح تثمر كل تعبه يثمر بإنجازات جيدة بالنصف الثاني. حسين 19/3/996 لا هذا راح يبذل مجهود أكثر، بس هو أيضا عنده انتقالة جميلة، لكن مجهوده راح يبذل أكثر من علي مجهوده. الأوقات الجيدة بالنسبة له على الجانب الدراسي راح تكون يعني أفضلها بالفترة ما بين 23/7 إلى 16/8، هاي فترة جيدة ممكن يسمع بها يعني تكلل بنتيجة جيدة وإيجابية. يوسف 1/1/1998 هذا برج البقرة وبرج الجدي في نفس الوقت، لا يوسف راح يبذل مجهود، لكن أقدر أقول له يعني ضمانته أكثر من علي وأكثر من حسين هذه السنة، بالأخص في فترة شهر تموز. فترة شهر تموز عند هذه المواليد الجدي لما يختلف مع البقرة تكون عنده فد ارتفاعات بمؤشرات الطالع المهنية وما في ذلك الدراسية أيضا بالفترة بالشهر السابع شهر تموز، جيدة جدا، بس يبدأ المجهود يوسف، يبدأ المجهود بحياته بشكل عام. حيدر من البصرة 12/5/1988 ويسأل عن الحياة العامة. لا حيدر هنا برج الثور، وبرج الثور بشكل عام في تأثيرات زحل تأثر عليه اللي موجودة في بيت الشراكة، راح يواجه متاعب في كيفية الحصول على شريك، في كيفية الزواج مثلا. أي هنا كوكب زحل راح يأثر بشكل يعني مباشر عليه. إضافة إلى هذا التنين هنا كبرج راح يدعمه، ينطي دعم معين، ينطي قوة، لكن بشكل عام أقدر أقول هذه السنة ليست من السنوات الجيدة جدا وليست سيئة أيضا، سنة اعتيادية، التنين يدعمه كبرج صيني، لكن البقرة الثور عفوا يخفض من حظوظه. حيدر استغل خصلة جيدة موجودة عندك اللي هي موجودة في رقم الحظ، عندك رقم حظ 3، هذا رقم يدعمك، بمعنى أنت تجيك أوقات معينة حظوظ معينة لكن بأوقات قد تكون بعيدة. الأوقات الحظوظ اللي تجي أو الفرص اللي تجي استغلها يا حيدر، استغلها لأنه ما راح تتكرر هذه السنة، فرصك ليست كثيرة. عندك فترة شهر أيار الشهر الخامس فترة جيدة ومناسبة، عندك الشهر الثالث أيضا جيدة يعني بيها انفراجات أيضا جيدة. عون من البصرة 5/8/1994 ويسأل تحليل عام، طبعا هو برج الأسد، برج الصيني، برج الكلب، وبرج الهندي، برج الحمار. وعون من الشخصيات اللي يبذل مجهود في حياته ومن نوع اللي ما يأخذ مبتغاه بشكل سلس وسهل وبسيط، لا عون تحتاج أن تبذل مجهود حتى تحصل، وكون على ثقة من الشخصيات القوية، بس يحتاج داعم، يحتاج لك داعم من هناك، دائما يحتاج إلى شخص يدعمه، يوقف وياه، يسنده، يرفع من معنوياته. لا تفكر بأمور هي أكثر من حجمك، وجميل جدا الإنسان لما يفكر بما هو قريب بالنسبة له، بما خاص أو متعلق بشخصيته. على سبيل المثال أنت من الشخصيات الكثيرة الطموح، لكن المشكلة أنت ما تعرف من تبدي، هنا هي هذه المشكلة الموجودة في 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 برجك. حاول قدر الإمكان أن تستفيد من الحظ الاجتماعي اللي يمتلكها الأسد، باعتبارك أنت مولد برج الأسد، استفيد من هذه الحالة، استفيد من اجتماعيتك وطريقة تعاملك مع الآخرين، الطريقة الاجتماعية بالتعامل مع الآخرين، هذه كلها ترفع من شخصيتك وترفع من كيانك مع الآخرين. حاول قدر الإمكان أن تستفيد من شخصية الأسد في هذه السنة، وبالمناسبة راح تجيك أوقات جيدة للتوقيع على أمور قد تكون متعلقات إلى علاقة بالأمور المهنية أو الأمور
العاطفية عليك أيضا أن تستغلها. لا، الفترة الجاية فترة جيدة، لكن على العاطفة في شوي انخفاضات معينة بمؤشرات الطالع. خلنا نأخذ المسجات اللي إجتنا. عذراء 25/4/79، نعم تسأل فراس، نعم 24/8/77 عذراء تسأل على التوافق بينها وبين زوجها 24/8/1977 فراس. طبعا عذراء هنا المواد برج الحمل، عفوا برج الثور بالعشرية الأولى، برج العنزة وهي من الشخصيات الآن مستقرة أقدر أسميها، لأن الثور لما بالأبراج البابلية عندما يقترن مع العنزة الصينية مع طار العقرق العقاق عفوا يشكل فد 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 شخصية الحقيقة أقدر أسميها شخصية منسجمة داخلية. فعذراء من الشخصيات المنسجمة والجيدة جدا ككيان كيان داخلي. فراس 24/8/1977 هنا من مواد برج العذراء، في بداية العذراء عندما يقترن مع الحية، وهنا الحية النارية الصنفيان المولود في سنتين الكثيرة التقلبات والآراء مع برج القندز بالأبراج الهندية، لا ينطي شخصية متقلبة، الزوج متقلب، يعني فراس هنا متقلب وكثير كثير أسميها النرجسية، يحتاج دائما إلى أشخاص يمتدحوه، إلى فتكيان معين، يحب دائما أن يظهر بالطليعة. لا، عذراء أكثر اعتدالا من عنده، وعذراء أكثر حساسية. إذا تسأل عن الانسجام، في انسجام جيد ما بين الثور وما بين برج العذراء باعتبار كلاهما برج ترابي، لكن بالأبراج الصينية والأبراج الهندية شوية في إشكالية، العقاق والقندز في إشكالية، طائر العقاق مع مولد برج القندز، إضافة إلى هذا بالأبراج الصينية 79 هي برج العنزة مع الحية شوية العنزة تكون حساسة أكثر. يعني إذا تريدين تكسبيه يا عذراء، تكسبين زوجك فراس، تكسبيه دائما بالمدح، دائما تمدحيه، دائما تعطيك إياه، هو إذا يريد يكسبك يكسبك بالكلمة الطيبة، ما بها مجال، العنزة حساسة جدا والكلمة الطيبة هي اللي تكسبها. أنت أيضا يا عذراء متخلخلة بالآراء، مزاجية وعنيدة أيضا، هذه مشكلة موجودة أيضا في شخصيتك، لكن الانسجام الكامل يخرج من الشخصية البيتوتية، الشخصية البيتوتية اللي تنجح في الأمور البيتية بشكل جيد. لا، على المستوى البيتي جيد بالنسبة لك يا عذراء. خلنا ناخذ اتصال. هجران من السماوة، هلا هجران، هلا هجران، تحياتي، عليكم السلام. تسعمية واحد وتسعين. أبدأ عن الدراسة وعند عرض درجي. عرض دراسة. عرض دراسة وبرجك بشكل عام. مواليد أخوي. يلا أعطيني مواليد أخوك. 12/3. ألف وتسعمية وستة وثمانين. برج النمر. أي. عن العمل والزواج. يلا شكرا يا هجران. محمد من نيسان، هلا محمد، تحياتي لك، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. 5/4/1993. أي. شنو سؤالك يا محمد؟ دراسة رائعة راح تتذكرني يا محمد، بس شوية تبدل مجهود، رائع الحظ وياك وعامة. من واسط؟ صلاح من واسط. صلاح من واسط، هلا صلاح. عليكم السلام. من واسط، هلا صلاح، تفضل. نعم. اليوم الشهر. اثنين وتسعين. يوم سبعة. 7/3/92. غفران. نعم. 95. 95. يوم خمسة.
عن تأثير الاسم عن تأثير الاسم بالنسبة تأثير الاسم بالنسبة لك البرجين تأثير الاسم بالنسبة لك إيه؟ يلا إن شاء الله أجابك شكرا جزيلا يا صلاح شكرا حياك الله تحياتي لك في اتصال آخر سهام من بغداد سهى من بغداد تفضل يا سهى 15/8 74 أي بقشو الموالد قوية هذه 74 أي ما سمعت صوتني حتى التلفزيون اقول لك هذه المواليد كلش قويه هي مشكله بالزواج بس هذه المواليد قويه هذه المواليد قويه جدا 15/8/74 يعني انت انسانه عصاميه تصنعين حظك بنفسك وانت يعتمد عليكي لا تخلي عنك حتى في زواج معجان يلا راح اجاوبك اني انا زواج ثاني يعني اكو سنه عندي وابني 25/4/2002 ايه ابدا اشوف شنو يعني مستقبل شنو هم رائع هم رائع مستقبل شكرا هلو اليوم اذا ما سمعتي الاجابه اوكي انت راح تشوفيها بال تنعاد يعني ساعه بعد 12 ساعه تقريبا من الان زين ام حيدر من بغداد تفضلي يا ام حيدر هلا عليكم هلا عليكم السلام انا عندي حيدر كاظم 28/4/90 اسال عن حظك لا لقشنا بالزواج لا لقشنا شوف كل شيء خطيه حظه قليل بالدنيا صار ليش قد ما يعني شق قدم على زواج العام وتفركشت مثلا العام اللي قبله هم صارت وعندي ما يلا اوكي وعندي مصطفى كاظم مصطفى 27/2/92 زين اما سؤال عن الدراسه وعن حظه عن الدراسه وعن الزواج بعدين يلا شكرا يا ام حيدر ناخذ اسعد من ميسان حيا الله اهل ميسان تفضل يا اسعد السلام عليكم عليكم السلام الله يسعدك يا غالي ميت هلا مواليد 79/1/3 1/3/1979 بس ارجع اعرف البرج مالي شنو بشكل عام اتحدث لك عن برجك الحظ شوي حظ تعبان والله لا ان شاء الله مو تعبان ان شاء الله مو تعبان ان شاء الله راح اعطيك اوقات جدا مناسبه وحلوه بالنسبه لك يا اسعد الله يعافيك واحمد من بابل تحياتنا يا احمد السلام عليكم عليكم السلام هلا احمد حياك الله اخوي العزيز نيت هلا هلا احمد حياك الله نسمعك يا احمد تحياتي هلا احمد تفضل احمد الزجاج من بابل مواليد 18/1/1982 18/1/88 بشكل عام وتأثير الاسم بشكل عام وتأثير الاسم ومولود ما بين برجين يا احمد برجين بالابراج البابلية وبين الابراج الصينية ايضا انت قريب من برجين وناخذ كرار من البصرة وحيا الله اهل البصرة السلام عليكم هلا كرار عليكم السلام ميت هلا 1/6/1987 نعم صورة عامة وخاصة عن العمل والحظ صورة عامة والعمل والحظ كرار قل لي شلون الوقت الحالي بالنسبة لك نعم الوقت الحالي حاليا شلون بالنسبة لك؟ إذا تحس اكو فد انفراجات جيدة
مقارنة بالأسبوعين الماضية؟ والله شوي الحظ تعبان زين. فهمت. بس أنا بعرف تعرف الحجر المناسب إلي. نعم نعم. الحجر المناسب. نعم الحجر المناسب 1/4/1990. 4/9 1990. 1991 أربعة. ولد ولا بنت؟ نعم ولد ولا بنت؟ 4/9/90 ولد. ولد ولد نعم ولد. أنت عرفت النجف صداقة والحرص ها صداقة بينك وبينك. الصداقة بينك وبينك صداقة. أوكي. أو أيضا على الحرص. نعم نعم. وناخذ شيماء من العمارة. هلا شيماء. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا شيماء. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي شيماء. والد 79. 79. نعم. اليوم والشهر 22/11. اي شهر؟ بشكل عام برجي. برجي شيماء. بشكل عام يلا مو كلنا كلنا استعجلي. والزواج عن الزواج وعن الصحة او هيجي زواج صحة حر. ها هو عشيدش. وناخذ حسن من البصرة. وتحياتي يا حسن. الو هلا حسن. السلام. هلا حسن. عليكم السلام. هلا حسن تفضل. مرحبا. مرحبتين. تفضل حسن. والد 1990. نعم. واحد خمسة. 1/5. برجي. بشكل عام. حياتي. بشكل عام. وهو وارثي وارثي. متزوج حسن؟ حسن. لا ما متزوج حسن. ما متزوج. يسأل عن الزواج هذا العام؟ مرحبا يمك. مرحبتين. هلا. هلا بالحجية. والله أنا مواليد 64. نعم. 1/3. برضو عن حالتي الصحية. إن شاء الله أجاوبك شوي. أنت سنة الولادة بانخفاضات. بس سنة الولادة. لهذا العام. يلا ان شاء الله اعرف الجواب من التلفزيون. اي من التلفزيون ان شاء الله هسه اجاوبك. تحياتنا. هلا 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 ام حسين. تحياتي لك. خلينا نجاوب على الاشخاص الخوات والاخوه اللي سالوا. ووصلنا الى هجران 18/4/1991 تسال عن الدراسه وتسأل عن برجها بشكل عام. لا عن دراسة رائعة جدا. عندك فترة بين 15/3 إلى 2/4 رائعة جدا. أخبار كلش حلوة. وعندك فترة أخرى راح تكون بالشهر السادس بها نتائج جيدة وإيجابية. برج الحمل بالعشرية الثالثة من الأبراج القوية جدا ومن الأوقات وقتها أيضا جيد. بس شوي أنت راح تبدلين مجهود لأن عندك 9/2. 9 تأخذيها من المريخ و9 تأخذيها من 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 رقم الحظ الأساسي. برج العنزة تغييرات أيضا حلوة بحياتك مو فقط على الدراسة. الدراسة وعاطفة عندك هاي السنة حلوة. سألت عن أيضا يمكن أخوها 12/3/1986 عن العمل وعن الزواج. لا عن العمل حلو. عن الزواج أيضا عن تغييرات حلوة. الفترات الجيدة والمناسبة عن الزواج راح تكون بالفترة ما بين 26/2 إلى 21/3 فترة جيدة. وعند فترة أخرى راح تكون ما بين 28/6 إلى 20/7 أيضا فترة جيدة على مستوى الزواج.
على مستوى العمل عنده فترة 17/8 إلى 5/9، فترة جيدة مهنيا. محمد بن نيسان 5/4/1993، ويسأل عن الدراسة ويسأل عامة. لا، عن الدراسة رائعة محمد، تبذل مجهود تحصل، ما بها مجال. هاي السنة الحظ الطالع الفلك يلتفت لك بالبرج البابلي والبرج الصيني والبرج الهندي أيضا، ثلاث أبراج تلتفت لك بشكل رائع جدا، دراسة رائعة جدا. لكن على المستوى على الجانب هنا شوي الجانب العاطفي شوي في إشكالية بالنسبة لسنة الولادة، لكن أعطيك الأوقات المناسبة أقولها راح تكون بالفترة ما بين 2/5 إلى 25/5، فترة جيدة وإيجابية، والفترة ما بين 15/3 إلى 29/3 أيضا فترة جيدة وإيجابية على الجانب العاطفي. صلاح من واسط 7/3/1992، ويسأل بشكل عام جيد، جميلة جدا. في شهر آذار، شهر آذار عندك أخبار حلوة على المستوى المهني والدراسي، عندك تنقلات تغيرات. صلاح إذا عندك فكرة تغير من مكان سكنك أو من 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 بلد الإقامة، أو هذه السنة عندك تحول، تحول حلو. صلاح أنت إنسان يعني إنسان حدثي، حدثي يعني يتوقع أشياء بالمستقبل قد تحدث بنسب كبيرة جدا، أنت إنسان الجانب الحدثي كبير بحياتك. سأل عن أخت غفران 5/8/1995، شوية تبعض المتاعب راح تكون في بين 15/4 إلى 15/5 فقط في هذا الشهر، بعض المتاعب وأكثر ما تكون نفسية، وقد تتعطل بعض من حاجياتها، لكن هي بشكل عام من الأبراج القوية، خد تستفيد من الحظ الاجتماعي بالنسبة إلى برجها كبرج أسد قوي، وهي إنسانة عاطفية. وبالمناسبة خلي دير بالها غفران، لأنه هي دلالة على يعني من خلال اسمها هي عرضة للاستغلال من قبل الآخرين، خلي دير بالها. سهى من بغداد 15/8/1974، وهذا من الأبراج القوية جدا، يعني هذا من الأبراج اللي على الجانب العاطفي بشكل عام تواجه متاعب بسبب القوة اللي تمتلكها. يعني هاي الأبراج القوية أبراج اليان، لما يكون عندنا البرج الصيني والبابلي والهندي كلها أبراج يان، تدل على شخصية تتعب على الجانب العاطفي، لأنه شخصية تكون عصامية براغماتية، شخصية تعتمد على نفسها بأمور كثيرة، والعاطفة مشاعر وأحاسيس ورومانسيات وما إلى ذلك. هنا تواجه متاعب بس بالجانب العاطفي، لكن بالجوانب المهنية الجوانب هاي المرأة يعتمد عليها، يعتمد عليها في إدارة بيت، في إدارة مشروع، في إدارة كل شيء. هذه امرأة الحقيقة قوية، فرصها العاطفية لا، في انخفاضات في فرصها العاطفية، راح أعطيها الأوقات المحدودة هذا العام، راح تكون عليها أن تستغلها فيما لا وجدت قسمة بها. أفضل فترة راح تكون لها بالفترة ما بين 25/6 إلى 20/7، هذه فترة راح تكون جيدة ومناسبة. عندها فترة أخرى راح تكون بالفترة ما بين 5/11 إلى 20/12، هذه فترة أيضا راح تكون عندها حظوة قوية اجتماعية، وقد تكون أيضا لها حظوظ عاطفية بهذا الجانب. سألت عن ابنها 25/4/2002، وهذا برج التني، عفوا برج الحصان، وهنا الحصان المائي، وبنفس الوقت برج الثور بالأبراج البابلية. ونصيحتي لك إنه هذا الطفل اعتني به عناية جدا كبيرة، هذا الطفل بالمستقبل شخصية إما ناجحة بأمور يعني بأمور مهنية عملية مؤثر جدا بالمجتمع، إما راح يتحول لشخصية عدوانية. وهذه الشخصية الحقيقة الحصان هنا أنا بالأخص بالجوانب إذا انجرحت مشاعره، انجرحت يعني أحاسيسه، إذا دخلت تجربة عاطفية فاشلة لا يتحول إلى شرير جدا، انتبهي. هذه يعني أنا نصيحة، هذا الطفل طفل أقدر أسميه بين قوسين أناني استحواذي، يعني حتى بين رفقائه بين أصدقائه يحب دائما هو اللي يحصل يأخذ كل الأشياء من عندهم، هو اللي يكون قائد بالنسبة للموجودين، هو اللي يحب دائما أن يكون بالطليعة بالنسبة لرفقائه. هذا الطفل يحتاج لعناية، شوفي مواهبه وين، مدي ساعديه بمواهبه وإمكانياته، وراح تشوفين بالمستقبل شخصية رائعة جدا. أما إذا ما وجدوا الرعاية الصحيحة صدقيني راح يتحول إلى شخصية عدوانية وقاسية ومؤثرة سلبيا بالمجتمع. أم حيدر من بغداد 28/4/1990، عفوا حيدر هنا أنا يسأل 28/4/1990، لا حيدر الزواج صعب، الزواج عندك صعوبة، عندك حتى صعوبة بالحصول على شركة الحياة. هنا سنة الولادة شوية بيها انخفاضات معينة، والشهر أيضا بيها انخفاضات، لكن أنا أعطيك الأوقات، إحنا يعني الأوقات أكيد في أوقات راح تكون جيدة، لكن عليك أن تستغلها محدودة
يعني افضل اوقات راح تكون بالنسبه لك هي بالفتره ما بين 10 5 الى 2 6، يعني هذا الشهر هو من او هذا اللي اقل من شهر يكون من الفترات الجيده والمناسبه بالنسبه لك على مستوى الزواج والعاطفه. على المستوى المهني افضل، على المستوى المهني هذه السنه افضل بالنسبه لك. مصطفى 27/2/1992 على الدراسه رائع، على الدراسه رائع، وهذه تغييرات حلوه بحياته. على المستويات الاخرى الجوانب المهنيه بالمستقبل جيده، بالمناسبه شخصيه محبوبه وتفكير تجاري، لا بالمستقبل راح تكون عند الجوانب اللي تتطلب من عند الامور التجاريه، هذا اكثر ما ينجح بان يدخل الى كليه اداره اقتصاد مثلا او يدير الامور، يعني يدخل في المسالك اللي لها علاقه بالامور التجاريه، الكليات اللي علاقه بالحسابات ينجح بها بشكل جيد جدا. اسعد من ميسان ويسأل بشكل عام عن الحظ، لا عن الحظ اسعد من الاسماء اللي تبذل مجهود ويمتاز بالقياديه، يعني هنا حرف الالف والنهايه الدال مع العين يدل على شخصيه دائما تكون بالطليعه، تحب القياديه، تكون قاده، لكن اسعد تبذل مجهود بحياتك، تبذل مجهود وانت طموح جدا. استثنى الحظ، الحظ تصنعه بنفسك ما يجيك بسهوله. احمد بن بابل 18/1/1988، هاي هنا الاشكاليه بين برجين بالابراج البابليه او قريب ما بين برجين، هنا الجدي ورا يوم يدخل عليه من على الدلو، وبنفس الوقت بالابراج الصينيه هو ايضا منتقل ما بين الارنب الى برج التنين، ايضا نقدر نعتبره بين برجين. لا احمد انت عندك تعب، تعب في حياتك بشكل عام، ما تحصل على مبتغاك بشكل سهل، تبذل مجهود، لكن ممكن يدعمك التنين في اوقات جيده، اقصد سنه الولاده، وفي اوقات اخرى ممكن يدعمك الارنب، يعني هذا ايضا ممكن تستفيد من عدها، انه انت عندك فرص تاتيك باوقات مختلفه من العام، عليك ان تستغلها، مرات هذه الفرص تاتيك بسبب البرج البابلي، مرات تاتيك بسبب البرج الصيني، ومرات تاتيك بسبب الازدواجيه بالبرج الصيني والازدواجيه بالبرج البابلي، فانت عندك حظوظ كثيره، فرص كثيره، لكن هذه الفرص لما تاتي تاتي وتغادر، تذهب، ما راح تستمر عندك لفتره زمنيه طويله. اللي بضعه ايام وتذهب من عندك الفرصه، فعليك ان الفرصه اللي تجي تاخذها راسا، لانه قد تكون لها علاقه بواحد من ضمن الابراج اللي ترتفع في اوقات معينه. سالتني عن اسمك، احمد يدل على شخصيه قويه قياديه، شخصيه قويه قياديه، وهو لا يفرق كثيرا عن اسم اسعد، الا انه احمد من الاسماء اللي اقل متاعب من اسعد، لكن شخصيه قياديه وقويه في الطليعه. قرار من البصرة 1/6/1987 ويسأل بشكل عام، المفروض قرار، المفروض برج الجوزاء نحو الأفضل، جوبيتير استقام عندكم، يعني هذه بشارة خير بالنسبة إلى مواليد برج الجوزاء، لكن سنة الولادة شوية بها انخفاضات، الأرنب بيواجه متاعب بالفترة الحالية، كن على ثقة يا كبار، إذا ما في عائق روحاني بالنسبة لك كن على ثقة، أنت هذه السنة من السنوات الجيدة، لأن الأرنب راح تجي فترة ترتفع مؤشرات الطالع بعد 15/3، فالفترات بعد 15/3 كلها راح تكون بصالحك، وافضل وانسب فتره ما بين 15/3 الى 31/5، هذه الفتره راح تكون جيده على مستوى العمل العاطفه بشكل عام. 4/9/1990 يسال عن صديقه، لا على المستوى المهني، على المستوى الدراسي، على المستوى العلاقات جيد، على المستوى العاطفي لا، على المستوى العاطفي عنده متاعب، برج البابلي متاعب، وبرج الصيني بمتاعب، وعنده تغيرات كثيرة، أنا يعني هذا ممكن أيضا أن يتزوج وينفصل، يعني عنده تغيرات من خلال أبراج المتعددة. على الجانب العاطفي بذل مجهود، أنطي الأوقات المناسبة، على الجوانب العاطفية راح تكون أفضلها يعني بالفترة ما بين 23/7/15/8، مهنيا راح تكون فترة جيدة ما بين 20/8 إلى 10/9، هذه الأوقات المناسبة بالنسبة له. شيماء من العمارة 22/11/1979 وتسأل عن الزواج، هذه السنة متزوجة يا شيماء، عن الصحة عندك متاعب، نفسيتي خلقيها لنفسك، أنت تجيبيها لنفسك، أنت متخلخلة بالآراء وما عندك مزاجية وما عندك فد رأي أو فد قرار ثابت، أنت وعندك رقم حظ يدل على تغيرات كثيرة، ماكو صفاء ذهن. لكن إذا سألتيني على الزواج عندك فرص كلش كثيرة، وهذه السنة راح تتذكريني كثير من الفرص راح تتوفر لك للزواج، فشوية هدئي ولا تكونين يعني مزاجيه بهذا الجانب، والفرصه اللي تيجي قد لا تتكرر بالمستقبل. حسين من البصره 1/5/1990 ويسال بشكل عام، لا حسين بشكل عام ايضا على الجانب العاطفي في متاعب، برج الثور ايضا يتعب بالجانب العاطفي. والدته 1/3/1964 الصحيح عندك متاعب، بالنسبه للام
الجانب الصحي لا في متاعب بال64، لكن بالجوانب المهنيه الجوانب العاطفيه بالعكس انت محبوبه وانسانه انسانه قويه، يعني انت عندك فت قوه داخل البيت وعندك جاذبيه من قبل الاخرين بحيث الاخرين ينصتون لك ويحبوك من حيث لا تشعرين. لا برجك من الابراج القويه والمؤثره، لكن على الجانب الصحي والنفسي في متاعب. هذا التنين الخشبي، التنين الخشبي يتعب بشكل عام. وعلى الجانب العاطفي السنه الماضيه ايضا كان اكو متاعب معينه، اكو متاعب بالنسبه للتنين الخشبي، لكن هذه السنه افضل، هذه السنه افضل بالنسبه لك. هذا بالنسبه للاشخاص اللي اتصلوا بنا لهذا اليوم في هذه المواليد ايضا 12/6/77 يسال عن الصحه والرزق والعاطفه. لا 12/6 رائع جدا، رائع هذه المواليد رائعه بمعنى الكلمه، يعني ما شاء الله طالع مرتفعه بالنسبه لهم افضل ما تكون ما بعد 10 شباط فبراير الى الفتره ما بين الى 31/5. هذه الفتره جدا رائعه بالنسبه الى 12/6/1977 على كل الاصعده. 1/7/1941 وهنا ايضا من الابراج الجيده، لكن حظوظها راح تكون بعد شهر تموز. بعد شهر تموز حظوظها راح تكون جيده بالاخص على الجوانب العاطفيه والجوانب المهنيه، البزنس جيد عنده امور جيده مهنيا، بس على الجانب الـ 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 يعني النفسي العصبي قد يواجه بعض الاشكاليات. 13/3/1962 لا 13/3/1962 ابتسام اعتقد، لا هذه عندها متاعب، هذه عندها متاعب سنه الولاده تنطيها بعض المتاعب وبعض يعني مو بسهوله تحصل على حظوظها، لكن هي عندها انتقاله ايضا في نفس الوقت. على الجانب المهني افضل، على الجانب المهني هذا العام افضل بالنسبه لها. هذا بالنسبه للاخوات والاخوه اللي سالوا. في مسج اجانا المخرج، نعم ستار 13/2/79 نعم يسأل بشكل عام وعن الزواج. يلا خلنا ناخذ علي من بغداد. هلا علي. اهلا وسهلا. مية هلا. مساء الخير. مساء الخيرات، هلا علي تفضل. 1992. 1992 نعم. 88. 88. وشنو سؤالك يا علي؟ الدراسة والحظ وبرجي بشكل عام. دراسة وحظ والزواج. شكرا يا علي. صبيح من البصرة. تفضل يا صبيح. السلام عليكم. ميت هلا. عليكم السلام. حياك الله. أنا من مواليد 57. 1/57. السلام عليكم. يعني الأمور تعبانة كلش. طب مو تعبانة، لا لا، هي بالعكس هذه السنة حلوة لك. بس سؤال يا صبيح، انت 1/7 هي موادك الحقيقيه ولا المسجله بالجنسيه؟ والله انا 1/7 هي المسجله، حتى ما ناخذها بنظر الاعتبار بالتحليل، حتى يكون يعني يكون تحليل دقيق اكثر، يعني ناخذ 57 وراح احكي لك عن هذه المواليد. تحياتي لك يا صبيح، ودير بالك شوي على صحتك. وناخذ نور. نور من بغداد. هلا نور. هلا نور، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، ميت هلا. نسمعك يا نور. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا مواليد 82. 82 السنة. 93. وشنو سؤالك يا نور؟ 93. نعم، شنو سؤالك؟ أسأل عن الحظ والزواج. الحظ والزواج.
وتصنع. ما عندي حظ وين ما في وين ما في يعني. تصنعين حظك بنفسك. لا عندك حظ بس تصنعين حظك بنفسك. إن شاء الله أكو حظ. وقت 3-2 3-2 نعم. 94 هم على الزواج؟ وأسأل عن تأثير الاسم عن نور ورسل. ها رسل. رسل أختك نعم. ورسل عن الزواج والدراسة. دراسة رائعة بس الزواج هذه السنة شوية صعبة هذه. هذه مال برج البرج اللي عايز أسأل عن نعم نعم. يلا انقطع الاتصال. إلهام إلهام من الناصرية. هلا هلا إلهام. هلا مساء الخير. مساء الخيرات. هلا مساء الخير. مساء الخيرات. هلا إلهام. كم كتاب مية هلا بيج. ممكن أي جزء عنده بيج. أي أكيد. ما واحد يطلع 1991 1-12-1991 عن العاطفة والتعيين. عن العاطفة والتعيين. شكرا شكرا يا إلهام. نعم. وديان 5-5-86 والله يساعد أهلها عليها بشكل عام. خلنا ناخذ نجاوب على الاشخاص اللي سالوا. شيماء لا شيماء اخذناها. حسين من عفوا ستار 13/2/1976 ويسال عن الزواج. لا في زواج هاي السنه. هذه السنه في زواج. هذه المواليد بالذات اذا ما في زواج في سقوط في شباك الغرام. هذه المواليد بالذات مواليد جيده قويه التنين يدعمه جيد جدا. هذا التنين الناري وبنفس الوقت عنده هنا برج الدلو ايضا يدعمه في دعم جيد بالاخص بالشهر الاخير من السنه. بس ستار انت راح اقول لك فكشي وراح يعني اذا استفيد من هذه المعلومه. انت من النوع اللي شكاك جدا شكاك وبدقق بالامور فعليك ان تختار شريكه حياتك بالشكل السليم وحتى لا تدخل في اشكاليات كثيره بالمستقبل. إنه صعب جدا أن تلقى امرأة تحب شخص أو تتفق مع شخص شكاك إلا إذا كانت هي أساسا تحمل نفس الخصلة ممكن أن تتقبلها بالطرف الآخر. فدير بالك يا ستار إذا تريد تتزوج أو بمعنى صح أنت هذه السنة عندك فرص كثيرة للزواج انتقي شركة حياتك. وأفضل شركة بالنسبة لك راح تكون مواليد 1978 أو مواليد 1984. العلاقة رائعة وجيدة جدا والستة وثمانين أيضا جيدة على شرط أن تكون من الأبراج الهوائية دلو جوزاء ميزان أو من الأبراج النارية حمل أسد قوس. هذه الأبراج هي اللي ممكن أن تتفق وياك وممكن أن تستمر معهم بعلاقة جيدة. علي من بغداد 88-1992 ويسأل بالدراسة. دراسة رائعة جدا يا علي. ويسأل بشكل عام عن الحظ. الحظ أيضا جيد. أنت أسد برج الأسد وبنفس الوقت برج القلب. هذه السنة رائعة. هذه السنة اللي تخاف. صبيح من البصرة سأل هو 1957 مواليد 57 يمتاز بالنرجسية العالية يحب دائما المدح والإطراء دائما يحب أن يتحدث بإنجازاته السابقة ويتحدث عن تاريخه ويحب دائما الآخرين يمدحوه. هذه الخصلة قد يعني شوية ممكن إذا ما وجدت شخص يصغي لك قد تواجه نوع من المتاعب بين الحين والآخر. صبيح أنت تصنع حظك بنفسك. الشتاء ابدا من يوالمك. اي مشروع له علاقه بمشروع مادي مشروع له علاقه بالشتاء لا تقدم عليه وخذ نصيحه من عندي. ما يوالمك وما يكون لك. افضل الاوقات المناسبه لك فتره الصيف فتره الشهر الخامس والسادس راح تشوف بها انجازات جدا جيده ورائعه. نور من بغداد 8/2/1993 وتسال عن الحظ وعن الزواج. الزواج هذه السنه جدا رائعه والحظ تصنعين حظك بنفسك تبذلين مجهود وتحصلين. سألت عن رسل 3/2/94 عن الزواج. لا في متاعب عن الزواج حظوظها أقل من عندك يا نور. بشكل عام عن الدراسة أفضل بالدراسة أفضل بالأخص بفترة الشهر الرابع راح عندها إنجازات جيدة على جانب الدراسي والمهني. إلهام من الناصرية 1/12/1991 وسألت عن العاطفة بشكل عام وعن التعيين. رائعة جدا رائعة جدا بس على العاطفة انتبهي النقطة
اسم إلهام من الأسماء اللي تتعب عاطفيا، الاسم بمتاب عاطفية، لكن اليوم والشهر إضافة إلى السنة، السنة بها نوع من المزاجية والتخلق بكيفية اتخاذ الشريك، لكن محبوبة السنة، السنة تدعمك، السنة تدعمك بمحبة الآخرين إليك، لكن عندك اليوم والشهر أيضا يدعمك على الجوانب المهنية والجوانب العاطفية. هذه السنة عندك، عندك انتقالة حلوة، وبالأخص على الجانب الاستثمار، الجوانب المهنية أقدر أسميها أكثر شيء، راح أعطيك الأوقات المناسبة والجيدة. عندك الفترة، الفترة الحالية جيدة، الفترة الحالية جيدة، وعندك فترة شهر نوفمبر أيضا من الفترات الجيدة، وعندك بين 10/5 إلى 2/6 فترة مهنية جيدة ومناسبة. وديان 5/5/1986 وتسأل بشكل عام برج الثور، برج النمر هنا رقم حظ 5 عندها، ورقم حظ آخر 6، لا هذه ما عندها مزاجها مو صافي، عندها تغيرات كثيرة وما عندها قرار ثابت. النمر يأثر عليك كشخصية براغماتية عملية، بنفس الوقت هنا الثور يأثر عليك كشخصية يعني غير متسابعة، متحفظة، تحب دائما تستفيد من تجارب الآخرين، بيتوتية، روتينية، هنا في تناقض، هذه شخصية متناقضة ما بين اليان والين، شخصية متناقضة في أكثر المتاعب، متاعب نفسية. الفترات المناسبة على الجانب العاطفي اللي راح نطيها راح تكون بالفترة ما بين 15/4 إلى 9/5، أفضل فترة، وعندها فرصة عاطفية عليها أن تستغلها، لأنه ما راح تتكرر وما راح تجي غيرها. أعتقد هذا بالنسبة للأخوة، للأخوة والأخوات اللي سألوا، لجميع الأخوات والأخوة اللي ما قدروا أن يحصلون لهذا اليوم، بإمكانهم الدخول على موقعي الإلكتروني 3w.paraskoba.de. إن شاء الله نحاول قدر الإمكان نجيب على أكبر كم الاتصالات والأسئلة. 3w.paraskoba.de، وأقول لكم بعض يومكم.